لكني أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجعلني خيرًا مما تظنون، وأن يغفر لي ما لا تعلمون، وأن لا يؤاخذني بما تقولون. يا منزل الآيات والقرآن، بيني وبينك حرمة الفرقان، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، واعصم به قلبي من الشيطان. يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطط به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وأحيي جناني. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني. والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني. لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوانحي ولساني.